إخوة الإيمان، بعض الملاحظات كده أنا بشوف كثير من إخواننا، والأمر ده حصل امبارح وأول امبارح أمس وأول أمس. إخواننا اللي محتاجين ترجمة يا ريت يقعدوا في الركن مع أخونا أحمد راشد. Anyone need translation to English? Go to أحمد راشد in the corner. فكثير من إخواننا يعني يأتون بعد الثمان ركعات ويمشوا على طول. وعند أبي داود والترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان حتى إذا لم يبق إلا سبع ليال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانت ليلة كم؟ 23، صح؟ فاضل سبع ليالي، يبقى كانت ليلة 23. فقام بنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة. فلما كانت الخامسة، ليلة 25، قام بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصف الليل. قلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، لو كملت معانا لحد قبل الفجر الليل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من بقي مع الإمام يصلي بصلاته حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. حد إيه بقى؟ حد ما الإمام اللي بيصلي معانا يخلص. مع إنك أنت أقمت قد إيه من الليل؟ ساعة ونص بس، صح ولا ايه؟ لكن هيكتب لك الليل كله طالما انك اقمت مع الامام حتى ينصرف. قال: ثم لم يقم بنا، فلما لم تبق منه سوى ثلاث ليال قام النبي صلى الله عليه وسلم بنا الليل كله وايقظ اهله حتى خشينا الفلاح. قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور. اللي هي كانت ليلة كم؟ 27. قام الليل كله حتى السحور صلى الله عليه وآله وسلم. السادة الشافعية منهم الإمام الشربيني وغيره وابن حجر والإمام الرافعي في كشف القناع وفي مغني المحتاج بيقولوا كلام مهم أوي. بيقولوا إن اللي عايز ياخد أجر قيام الليلة كلها ينتظر حتى يصلي الوتر مع الإمام. فإن كان ممن يحب التهجد في آخر الليل يشفع ركعة الوتر مع الإمام حتى يكون أتم صلاته مع الإمام، ثم يصلي في آخر الليل ما شاء الله له أن يصلي، ثم يوتر بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. طب احنا مولانا احنا لحقين أصلا؟ ده احنا دوب بنفطر نلحقش ننام، بنتسحر احنا مش لحقين الموضوع ده، هنلحق فين؟ لو في الويك اند نقدر نعمل كده. طب دي فرصة عظيمة، فرصة عظيمة انك تاخد اجر قيام رمضان كله طالما الليل قصير وانت عندك شغل الصبح. يبقى مش مطلوب منك غير انك تصلي ورا الامام حتى الوتر وتنصرف بصلاته مع النية والاحتساب، يكتب لك اجر قيام الليل كله. اسأل الله ان يتقبل منا. في اسئلة عمالة تتكرر علينا اليومين: هل يجوز اخراج زكاة الفطر خارج امريكا؟ وهل يجوز للمرأة المرضعة إطعام الصائم عن كل يوم خارج أمريكا؟ القاعدة في ذلك معلومة، معلوم إن احنا قلنا في آخر درس لينا في أحكام الصيام للإخوة اللي كانوا واظبين على صلاة على درس السبت، أن المرضع والحامل في حقها الإطعام. لكن الإمام الشافعي فسر قول الله عز وجل: فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: من غالب قوت البلد. أنه بلد؟ البلد اللي انت فيها، اللي انت تحل بها الآن. طب لما نعرف غالب قوت البلد اللي انا فيها، معرفته هتفيدني في ايه؟ في تقدير الكفارة أو الفدية، في تقدير الكفارة أو الفدية. فمثلا هذه الحامل أو المرضع كانت هنا أثناء رمضان في أمريكا وفطرة الثلاثين يوم،
يبقى هي هتقدر عن كل يوم اطعام مسكين. ايوه بس المسكين في المغرب افطاره بدولار، وبقيمة امريكا 8 دولار، وانا هطلع في المغرب فطلع 30 دولار ولا 240 دولار؟ هو ده السؤال بقى، شايف الشغل. فنقول حضرتك كنت فين لما افطرت؟ هنا في امريكا. يبقى تقدير الفدية يكون فين؟ بقيمة امريكا. طب تطعمها فين؟ كما تشاء. عايز توديها غزة، عايز توديها سوريا، عايز توديها العراق، عايز توديها لأقاربك ومعارفك في المغرب أو في بلد الموطن لا بأس، لكن المهم التقدير يكون بإيه؟ بقيمة أينما حللت وأنت في رمضان. هذا هو. يبقى أي حد كان مريض هنا أو حامل أو مرضع هنا من أخواتنا تطلع بقيمة أمريكا وتطعم في أي مكان شاءت. أنا عايز أسألكم سؤال، بس سمعوني الصلاة على النبي كده عليه الصلاة والسلام. كلنا عارفين أجر إفطار الصائم طبعا. حديث خالد بن زيد الجهني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. صح كده؟ طب جميل. فأنا صائم وانت فطرتني عندك، الطبيعي ان انا اعمل ايه بعد ما افطر عندك؟ اشكرك، صح؟ طب الشكر ده في اذهان الناس بيكون شيء يتضمن العطاء ولا لا ولا يتضمن الاخذ منك مرة اخرى؟ يتضمن العطاء، صح؟ طيب تخيل النبي عليه الصلاة والسلام لما يأكل عند حد يدعلهم يقول لهم افطر عندكم الصائمون، قال انت عايز تجيب صائمين تاني يا رسول الله يأكلوا عندنا؟ ما احنا لسه مأكلين الناس، هنأكل صائمين تاني؟ ده معنى كده ان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بقوله افطر عندكم الصائمون ده عطاء ولا اخذ؟ عطاء. ازاي بقى؟ حد يفهمها لي دي؟ عطاء، هي عطاء، عطاء فعلا. لما الصائمين يفطروا من طعامك ومن مالك ده عطاء مش نقص من مالك. كيف ده؟ فيما رواه الترمذي في سننه من حديث أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت بين يديه طعام ليأكل صلى الله عليه وسلم، فتناول شيئا منه بيده ثم قال لي: كلي. قلت: يا رسول الله إني صائمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بيت يفطر صائما إلا صلت عليهم الملائكة حتى يفرغوا، أو قال حتى يشبعوا. فلما انا اقول لك افطر عندكم الصائمون، لان انت بمجرد ما تقدم الطعام للصائم الملائكه تقوم جايه عليك انت واهل بيتك وتقعد تصلي عليه لحد ما الصائم ده يخلص اكله، لحد ما يشبع، لحد ما يشبع، واخد بالك كده؟ فيقوم دعوه افطر عندكم الصائمون ده عين العطاء. طب يعني ايه الصلاه من الملائكه؟ الدعاء لك بالمغفره، والدعاء لك بالرحمة، والدعاء لك بالقبول، والدعاء لك بالجنة، لك أنت لوحدك، لك ولذريتك ومن أنت ولي عليهم. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا سلام. فيبقى قيمة عظيمة وهدية كبيرة جدا وعطاء مني
ان انا ادعي لك افطر عندكم الصائمون، وان انت تعتبر ان افطار الصائمين عندك حتى يشبعوا ده عين العطاء وليس الاخذ منك، ده كرم كبير من ربنا، كرم كبير. لذلك الناس الاذكياء يعملوا ايه بقى؟ ما يلكموش الصائم، شجوا على طول كده ومديله الاكل دفعه واحده، لا لا لا، ده هم عايزين ياكلوه اكتر، فيقدموا الشراب ثم الفاكهه ثم الطعام ثم وهكذا، كلما طولوا المده كان طول الايه. وطبعا الصائم بياكل براحته، فده باشا النهارده، يعني ده الملك اليوم، ها، براحته خالص. فالحمد لله رب العالمين. يا اخوانا، زي ما قلنا لكم ان رمضان كله يدور على امرين، اعظم ما في رمضان وغايه المنى في رمضان امرين: المغفره، انك تخرج من رمضان وقد غفر لك، والعتق من النار، صح كده؟ فيما رواه الطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمه في صحيحه، من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان، عد معايا، كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال: إن الله كتب هذا الأجر لمن فطر صائما ولو على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء، ومن سقى صائما سقاه الله يوم القيامة حتى يدخله الجنة. اللهم اكتب الأجر يا رب وثبت الأجر. أنا بقول الحديث ده النهاردة طبعا بصراحة يعني احتفالا لإخواننا، لأن احنا قبل رمضان قلنا يا اخواننا في افطار الصائمين، فبعض اخواننا قال: انتوا عندكم كم يوم افطار؟ جمعه وسبت. فاول من بادرنا بذلك الاخوات، قالوا ايام السبت كلها علينا، فهذا اجر عظيم جدا جدا، نسال الله ان يتقبل منا ومنهم ويكتب لنا الاجر ولهم. وايضا اخونا الحاج عبد الحميد واخونا زياد في ادم فورنيتشر هم اللي قالوا احنا هنشيل ايام الجمعه كلها. لكن الأجر ده مش واقف على هنا، مفروض أنتوا بقى فيما بينكم تتزاورون وتتجالسون، ويهب بعضكم لبعض إفطار الصائمين طمعا في هذا الأجر العظيم، في أجر الصائم وعتقا لرقبته من النار ومغفرة لذنوب. الأخوات بيبعتوا لي أسئلة، بيقولوا لي أحيانا بتكون المرأة حائض أو نفساء وبيفوتها الخير الكبير لأنها ما بتصليش، واحيانا بتبقى طول اليوم في حاله من التعب والشغل والارهاق، واقفه في المطبخ طول اليوم، هي عماله تعمل حاجتين: تربي لحضرتك اولادك وتنظفهم وتلبسهم وتهتم بيهم، وفي نفس الوقت واقفه طول اليوم في المطبخ بتجهز ليك وللاولاد الافطار. وهذا الاجر، اجر افطار الصائمين، ثابت لمن يعد الافطار. يعني انا بقول لاختي في الله: يا اختي في الله، احتسبي الوقفة اللي انت وقفاها في المطبخ طول اليوم بنية اعداد افطار الصائمين، بارك الله فيك، حتى يكتب لك اجر افطار الصائم. مطلوب منك بس الاحتساب والنية، النية والاحتساب، ان وقفتي وتعبي في المطبخ طول اليوم ده بنية افطار الصائمين اللي هي اسرتي، زوجي واولادي، يبقى كل واحد خد اجر صيام يوم. انت خدتي كم صيام بقى عدد أسرتك اليوم بقى؟ في أربعة، في خمسة، كما ترى. بس مطلوب منك الاحتساب والنية لهذا الأمر العظيم. وفي ذلك فيما رواه الترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر لنا، كان في رمضان، وكان القوم صوا، وذهب آخرون فأفطروا، فلما نزلنا منزلنا عمد كل واحد منا إلى مكان فاضطجع، نام من شدة المشقة، وقام المفطرون فضربوا الخيام وعلفوا الدواب وصنعوا الطعام
فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله. بأجر مين؟ الصائمين كله. فاحنا بنشكر والله، المفروض كل واحد مننا يشكر زوجته على هذا الأمر العظيم، إنها بتهيئ هذا الأمر للصائمين من إعداد طعام وتهيئة البيت، حتى تكون أنت حضرتك محافظ على أورادك وعلى صلاتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فهذا شكر واجب الأداء. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.